السلام عليكم ورحمة الله. مجموعة الرياس، بعد ما كنا في هذيك البلاصة ما كاين لا حوت لا والو، جينا تحول واحد البلاصة أخرى. الصراحة كاين التعب وكاين المشقة. هذا المصير، هذا واعر واعر، الله يبارك له المصير. ايه ها هما الحسن وعبد الله، انا تابعهم هما اللي حافظين الطريق. جبال، شوف الطبيعة، سبحان الله العظيم. يعد الصيد الأسماك من أقدم عمليات الصيد التي كان يقوم بها الإنسان، إما بهدف توفير قوت يومه كمصدر غذائي، أو خروج في رحلات ترفيهية تقلل من الكبت وتفرغ كافة الضغوطات النفسية، وتعتبر من الهوايات التي يحبها كثيرا من الناس، فهي وسيلة رائعة للترابط بين الأسرة والأصدقاء. دابا بزروك باش البركة خدينا واحد الكمية، داكشي اللي غادي يقدر لنا كلش باش البركة، وشوية ديال الغلال، شوية ديال الصوفا، هادو زوينين كاملين. انطفهم بالماء ديال الحر، هاهو الماء، الماء نقي. طلع عليكم، تلقاو في الخيمة إن شاء الله. إن شاء الله. كونت. يلا تبارك الله عليكم، نتلقاو في الخيمة إن شاء الله بحول الله. أنا غادي للخيمة. يلا. الحسن، 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 صحتو. واحلى ولي رجع، عاود 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 ولي ولي طالب ولي